أكد معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني أنه وتنفيذا لتكليف صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لوزارة المالية والاقتصاد الوطني بإنشاء صندوق للسيولة بحجم 100 مليون دينار بهدف إعادة هيكلة الالتزامات المالية لشركات القطاع الخاص في المملكة. قامت الوزارة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بمباشرة العمل على هذا التكليف ووضعه موضع التنفيذ بالسرعة الممكنة. وقال معاليه إن العمل جار على مواصلة تنفيذ كافة مبادرات برنامج التوازن المالي المختلفة بحسب الجدول الزمني المخطط لها بهدف الوصول إلى نقطة التوازن بين المصروفات والإيرادات الحكومية بحلول عام 2022. وأشاد معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني بنجاح الملتقى الحكومي 2019 والذي عقد برعاية سمو رئيس الوزراء ومبادرة سمو ولي العهد وأهميته في جمع المسؤولين وصناع القرار في مكان واحد لتبادل الرؤى واستعراض المنجزات المتحققة لكافة الجهات الحكومية، إلى جانب التعرف على التوجهات المستقبلية للعمل الحكومي من خلال ما يطرحه سمو ولي العهد خلال هذا الملتقى من رؤى طموحة بمستقبل أكثر إشراقا للمملكة وبما يحقق تطلعات الوطن والمواطن في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه. مؤكدا أن ما تطرق له صاحب السمو الملكي ولي العهد من نتائج إيجابية للبرنامج تؤكد بأننا نسير في الطريق الصحيح نحو تحقيق الهدف المنشود منه، وأكد معاليه أن نتائج الأداء الاقتصادي الفصلي لمملكة البحرين والذي تم نشره اليوم تؤكد عبر النسب والإحصائيات التي تضمنها أن اقتصاد مملكة البحرين يقف على قاعدة صلبة معززة بالتنوع الاقتصادي والذي يحظى به مدعوما بنتائج برنامج التوازن المالي.